صباح الخير. Good morning. أهلا وسهلا بممثلي وسائل الإعلام العراقية والسويدية. Mass media, the Swedish mass media reporters. في البداية at the beginning. أرحب ب قدوم وزيارة السيدة آن ليندي وزيرة خارجية السويد. Affairs of Sweden, Mrs. Ann Linde. هذه زيارة تأتي بعد ست سنوات من الزيارة الأخيرة لوزير خارجية من السويد إلى العراق. Former Minister of Sweden to Iraq. وكان لدينا لقاءات عديدة مع السيدة وزيرة الخارجية سواء في أوروبا أو في نيويورك، والدعم السويدي والعلاقات السويدية العراقية علاقات قديمة وعلاقات مهمة. العلاقات السويدية العراقية لا تخص فقط الدعم السياسي والعمل المشترك في المجالات السياسية والقضايا الدولية، ولا تخص أيضا العلاقات التجارية والاقتصادية، بل تخص أيضا العلاقات المجتمعية. الجالية العراقية في السويد تلعب دورا مهما في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث لدينا حوالي نسبة 2% من المجتمع السويدي هم من العراقيين. ولقد لعبت المنظمات السويدية دورا مهما في مختلف مناطق العراق. المنظمات السويدية لعبت دورا مهما في اقليم كردستان من 1991 الى 2003، وبعد التغيير لعبت المنظمات السويدية دورا مهما في جميع انحاء العراق. تطرقنا اليوم إلى مجموعة من القضايا ووقعنا مذكرة تفاهم بين البلدين، وتطرقنا إلى الوضع الحالي وخاصة العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات مجمل المسيرة الديمقراطية في العراق. السويد كدولة ديمقراطية وحامية لحقوق الإنسان سواء
على المستوى الوطني أو المستوى الدولي لها اهتمامات تتعلق بالوضع العراقي والمجتمع العراقي وما يحدث في العراق. الحكومة السويدية ساندت الشعب العراقي في صراعه وقتاله ضد إرهابي داعش، ونشكر الحكومة السويدية على هذا الموقف في مكافحة الإرهاب. نتطلع إلى العمل المشترك بين البلدين، وكان إحدى نقاط النقاش تتعلق بطالبي اللجوء في أوروبا بصورة عامة، ولكن طالبي اللجوء في الساحة السويدية. اتفقنا أن نتعاون معا لكي نصل إلى حلول تساعد هؤلاء المتواجدين في السويد، ولكن يجب أن نصل إلى تفاهمات مع الجانب السويدي. للسيدة ليندا برنامج مكثف اليوم، حيث لها لقاءات مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، ولها زيارة إلى الأقليم للقاء القيادات السياسية والحكومية في أقليم كردستان. مرة أخرى أرحب بوزيرة خارجية السويد، وأهلا ومرحبا بها في بغداد. Thank you very much. شكرا جزيلا معالي الوزير. I'm delighted to be here in Iraq and I'm very grateful for the warm welcome I have received. في العراق وكذلك مسرور جدا بكل الترحيب الذي حظيت به من معالي الوزير ما يتعلق بالعلاقات مع العراق، وكذلك العلاقات ما بين البلدين تعتبر علاقات وثيقة، وأنا مسرور جدا لتوقيع مذكرة التفاهم اليوم والتي تم دعمها بالمناقشات والمشاورات السياسية بين البلدين. أود أن أهنئ معالي وزير الخارجية بخصوص الانتخابية الأخيرة، وكذلك السلطات العراقية والمفوضية العليا مستقلة الانتخابات بإقامة بعملها المستقل والنزيه والشفاف، وكذلك دور المراقبين الدوليون في مراقبة أهمية الانتخابات، وكذلك تقديم الخدمات الفنية لفرق الانتخابات العملية الانتخابية، وكذلك من أجل نبذ عن العملية أي أعمال تهديد قد تخص هذه العملية. تعتبر السويد كاتحاد أوروبي قد تدين الهجمات التي حصلت، الهجمة الأخيرة التي حصلت على منزل مع دولة رئيس الوزراء، وكذلك تعمل على دعم وتؤكد على دعم العملية الديمقراطية، وكذلك دعم العراق وفي مساره نحو الاستقرار والرفاهية. أن عملية تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي يتم عن طريق العراقيين سوف يعتبر من أهم الأساسيات التي تدعم الاستقرار الاقتصادي. نود أن نؤكد أن دور السويد في دعم العراق، كذلك التزام السويد مستمر في مكافحة العنف وفيما تخص المرأة، وكذلك الصحفيون والعاملون في المجال الإعلامي، وكذلك كل من يحاول التعبير عن نفسه وحرية التعبير. تعمل كذلك تشارك الحكومة السويدية مع العراق على مدى طويل، وكذلك ساهمت السويد بتقديم في عمليات التحالف وحلف الناتو وباقي منظمات أخرى منذ المراحل الأولى في عمليات مكافحة الإرهاب، وهي متسمة أيضا في تقديم الدعم كون أن يستمر ما دام يطالب العراق بذلك. خلال السنوات السبع الماضية ساهمت مملكة السويد
من 200 مليون يورو لتقديم المساعدة التقنية لها، وكذلك تعتبر المركز السعودي الآن في بصدد عمل التعاون وضع استراتيجية تعاون جديدة مع العراق. وبالنسبة للمجتمع السويدي والعراقي هنالك كثير من الأمور ذات اهتمام متبادل ما بين الشعبين، أما بخصوص دولة بيلاروسيا ونظام وخصوص النظام السياسي ودوره في حقوق الإنسان غير مقبول. فقد تم وضع كثير من العراقيين ووضعهم مقلق على الحدود، ونحن نقدر الخطوات الجادة التي قام بها تبناها العراق في المساهمة مع الاتحاد الأوروبي في حل مشكلة هذه المشكلة على الحدود. أقدم الشكر لي مع الوزير الدكتور فؤاد، وكذلك هذه فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتطلع قدما للقاء دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وفخامة رئيس الجمهورية السيد برهم صالح وكذلك باقي المنظمات الإنسانية. التقيت البارحة بعدد من المنظمات النسوية وكان هنالك نقاشات مثمرة بخصوص المستقبل المساواة في العراق بين الرجل والمرأة، وكذلك التقيت بعديد من الممثلين عن منظمة الاتحاد طالما أنا موجودة هنا في بغداد. شكرا جزيلا.